اعتمد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بالحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية خطة توطين 100% في مختلف الفئات العاملة في الوزارات مع نهاية عام 2017. هذا وتبلغ نسبة التوطين في الفئتين القيادية والإشرافية حاليا 100%، بينما نسبة الفئة التخصصية 89%. وتعمل الوزارة ضمن منهجية واضحة في تطوير الموظفين عبر مبادرات عديدة لتحقيق هذا الهدف.